واحد هنا في الدخل واحد يتحط جهه هنا هذا بالخيط تريسيتي حتى هنا بغيت هنا واحد هنا واحد هنا واحد هكا هنا هنا ياخذوا تيشار التنبيه مثل هذه هذا يعطي يعني وشو تسرب غاز احادي الكربون ومن اجل تفادي هذه الاخرى يجب تهويه لازم يكون هذه التهويه في المنزل الكاسين تاعك راهي مليحه راهي كونفورم عندك هذا تاع ورقليتش وكل سايب هذا الديفاكياسيون مليح عندك الانستالاسيون تاعك راهي مليحه كونفورم الحمد لله الحمد لله دونك لازم لها عليك صيانه دوريه تسمى كل ربي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انسان ماشي مشكل ماشي مشكل تجي معاك مختص هو اللي يفيريفي لك يفيريفي لك المدفاه والانستالاسيون فوالا فلان راهي كما نقولوا زرقاء هذا يعني احتراق 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 تنفيذ لتعليمات وتوجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى الحد من حوادث الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون قامت مديرية توزيع الكهرباء والغاز سكيكدا منذ بداية شهر ديسمبر بأولى عمليات تزويد بيوت الزبائن العاديين بجهاز كاشف عن أحادي أكسيد الكربون العملية التي تنفذها فرق تقنية متخصصة في الغاز بالمديرية تتمثل في تزويد جهازين وتركيب جهازين للكشف عن غاز أحادي أكسيد الكربون في كل بيت مجانا وذلك طبعا بعد معاينة التركيبة الداخلية للزبون للتأكد من مطابقتها لمعايير الأمن والسلامة تتم هذه العملية حسب برنامج مسطر مسبقا يتم الإعلان عنه من خلال الملصقات في الأحياء المعنية ومختلف قنوات الاتصال المتاحة أيضا تجدر الإشارة إلى أن مديرية توزيع الكهرباء والغاز لإسكيكدا قد أطلقت في بداية شهر ديسمبر يوم تحسيسي حول أهمية صيانة الشبكات الداخلية ومراقبة قنوات صريف الغازات المحروقة وذلك بمشاركة مختلف الفاعلين في الميدان والشركاء في هذه الحملة نقدموا نصائح للسكان فيما يخص المراقبة الدورية لكل الأجهزة التي تعمل بالغاز قبل الشروع في استعمالها كل سنة لقينا وجدنا أن المواطنين راهم يتبعوا في التعليمات المقدمة من طرف شركة سونا الغاز فيما يخص الصيانة الدورية فيما يخص المعايير اتخاذ المعايير السلامة فيما يخص الشبكة الغازية الداخلية فيما يخص أيضا الشعلة أيضا نقوم بنلفت انتباهك للتهوية الدائمة في المنزل نعم. وهذا لتفادي اي خطر اختناق بغاز احادي الكربون لا قدر الله اللي زارتنا في المنزل واعطانا نصائح قيمه ونشكرهم بزاف على هاد التوضيحات وهاد النصائح وكلش من اجل سلامه المواطن نعم نقوم بالعمل بجميع الجهات اللي قدموها لنا ونصائح حتى نتفادى الاخطار لاخطار الاختناق بالغاز وهذه نتمنى يعني كل مواطن يتبع هذه النصائح حتى يكون في سلامه